الرحمن الرحيم. يحيى محمد رضا، مدرس علوم قسم الكيمياء جامعة بنها. ريسايكلو اي جي، أول شركة مصرية متخصصة في إنتاج الكربون المنشط في مصر والشرق الأوسط. عندنا في مصر مشكلة كبيرة جدا، وهي مشكلة المخلفات الزراعية. المخلفات الزراعية في مصر بتقدر بحوالي 35 إلى 30 مليون طن سنويا. بيتم استغلال حوالي 11 مليون طن في إنتاج الأعلاف والأسمدة، ويبقى أكثر من 20 مليون طن دون استغلال بيتم التخلص منهم بطرق غير بيئية تسبب أضرار صحية بالمواطنين. في مشروعنا بنهدف إلى استغلال 30% من المخلفات الزراعية الغير مستغلة لإنتاج الكربون المنشط. الكربون المنشط منتج باهظ الثمن، عالي القيمة، واسع التطبيقات، ويستهلك في السوق المصرية في 4 مجالات: معالجة المياه كما في فلاتر المياه ومحطات معالجة المياه بأكثر من 2000 طن سنويا، إنتاج السكر أو إزالة لون السكر بأكثر من 2000 طن سنويا، مناجم الذهب لفصل الذهب عن محلول السيانيد كما في منجم السكري بنحو 1000 طن سنويا، تطبيقات أخرى كما في كبسولات الفحم لمعالجة الانتفاخ وفلاتر العربيات وأقنعة الغازات وغيرها من التطبيقات بنحو 1000 طن سنويا. في مشروعنا بنهدف إلى إنتاج 750 طن سنويا من الكربون المنشط الخام بجميع أشكاله على حسب الاستخدام، والتي تستهدف 12.5% من نصيب السوق المحلية، وفتح سوق للمنتج في جنوب افريقيا حيث مناجم الذهب وتلوث المياه، واخذ نسبة من نصيب التصدير لاسواق الشرق الاوسط. وطبقا للدراسة المالية للمشروع، فان المشروع يحتاج الى رأس مال 13.5 مليون جنيه، ويحقق ربح سنوي 5 مليون جنيه بزيادة سنوية 20%. في النهاية نتمنى ان يكون للمشروعات التنموية صدى مسموع في مصر الثورة، وشكرا جزيلا.